أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أهلا يا باسم. صباح الخير يا تيتا. صباح النور يا روح تيتا. يا تيتا، انت بتصلي التراويح الصبح ولا ايه؟ لا يا حبيبي، انا صليت من بدري، بس انا بقرا بقى سوره ياسين لجدك عشان ما يزعلش مني. تيتا، هو مش جد مات من كذا سنه؟ ازاي يزعل منك بقى يا حبيبي؟ الجدة بس هي اللي بتموت وتتدفن وتروح في التراب، لكن الروح بتفضل عند ربنا، حاسه بينا واحنا حاسين بيها. أنا عارفة أنت بتحرجم على المصروف. خد يا باسم. سنتي يا تيتا، أنا كلمت بجد امبارح، قال لي يا واد يا باسم حل جدتك تزود لك المصروف. لما تشوف حلمة ودنك، عشان تاخد الفلوس وتروح تلعب الستيشن؟ لا، ده كفاية، يلا اسبقني على الفطار عشان تروح مدرستك. حاضر. بالسلامة يا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابني اقعد افطر. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير يا ماما. صباح الفل. صباح الخير يا زوز. اتفضل يا ماما. يا بنتي سيبي اللي في ايدك ده على الصبح وتعالي كملي فطارك. ما انا هاكل اهو. حاضر. الله يا ماما، اتأخر عن المدرسة. حاضر يا حبيبي، هقوم اهو. مستعجل قوي على المدرسة ولا رايح تلعب كورة؟ ما تسيب ماما تفطر براحتها. لا لا، أنا كمان هقوم عشان ما نتأخرش على المستشفى، وكمان عشان نلحق صورة تاخد نفس الكتف. أنا كمان يا دوبك لسه عدي على الشركة، بعد كده اتحرك على الموقع. افتح بسرعة، دي أكيد خالتك.